نقيب المحامين ينعي شهيد المحاماة محمود الجريدي ويشكل لجنة لمتابعة التحقيقات. فتح باب الترشح لانتخابات نقابتي الأسكندرية وشرق طنطا بعد الانتهاء من انتخابات النقابة العامة. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية في المعاشات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي الدقهلية ويؤكد: أردنا من الإشراف القضائي تحقيق مبدأ الشفافية. نقيب المحامين يتفقد غرف واستراحات الأعضاء بمحكمة بلقاس الجزئية. نقيب المحامين يفتتح المركز التكنولوجي لمحامي شربين. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي جنوب الشرقية ويكشف للجمعية العمومية ما تحقق داخل النقابة. نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمجمع محاكم بلبيس ويؤكد: القيمة المضافة نتاج تعديلات قانون المحاماة في عام 2019. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي منيا القمح ويؤكد: سنعمل على إصلاح العوار الموجود بقانون المحاماة. نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي الأسكندرية ويؤكد: تعديلات قانون المحاماة في 2019 أحلت بالخراب على نقابة المحامين. نقيب المحامين يعقد لقاء مفتوحا مع محامي البحيرة ويؤكد: يجب تمكين الشباب داخل النقابة. نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بإيتاي البارود ومحامو الفرعية يشيدون باهتمامه بأيتام وأرامل المحامين. الأحد، بدء تسليم شهادات اجتياز الدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى. المركز الإعلامي يصدر العدد السادس من مختارات من المعلومات القانونية. الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل دوائر القضاء الإداري من الدقي والعباسية للقاهرة الجديدة.